إلى جميع عشاق الكسكس، إكسترا تضمن لكم نجاح وصفات الكسكس عالية الجودة، شهية ولذيذة، صحية وسخية، مع مجموعة كسكس إكسترا المختلفة: كسكس متوسط، كسكس رقيق، كسكس القمح الكامل، وكسكس الشعير. فاجئي نفسك مع كل وصفة. إكسترا بنان، هذا مكان. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حصة جديدة. معكم اليوم الشيف اللي تحبوها وتعزوها كريمة في كل يوم طبخة. سلامتك، واش راكي؟ صافا؟ نفرح كي نشوفك. انا تاني نحبك بزاف، نعزك يا كريمة. نحبك الجنة حبيبتي. ان شاء الله هذا العام نجي عندك للمطعم. أرواحي. شوفي كل عام نقول السنة نروح، السنة نروح. راني غيرت كيفاش راهو المطعم نجمة البحر دات والحملة. سلامت راسك، سلامت راسك، سلامت راسك. ابتلاء. الحمد لله، لا الحمد لله، جات في المطعم وماشي في العباد. اكزاكتومون، يعطيك الصحة. صح، راني داخل ميناء بوهارون، مطعم لومبارو يطلع على الميناء. هذا العام خلاص لازم نجي. منظر رائع، عندك منظر على البحر. نجي على البحر، خلاص نجي. شوفي البواخر داخلين وخارجين والبحار والموجه، وشو نحكي لك. خلاص، مرحبا بك حبيبتي. قولي لي واش عندنا اليوم كريمة؟ عندنا طاجين جلبانه بالسيبيا. يعني حاجه جديده، دخلناها تخي مع الجلبانه. مع الجلبانه عندنا سيبيا. كي نقول سيبيا بالك انا نكثر ولا نقلل، على حسب افراد العائله ومقدور الانسان هذا. الانسان وراه يعني كيتبعوا السوق، دي فاي تطلع دي فاي تهبط. واحد احنا نعطوكم الفكره، يعني الفكره نوصلوها للمشاهدين. وان شاء الله يا ربي كامل يقدركم وتلحقوا تشرو كلش. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله. عندنا جلبانة نفس الشيء على حسب الكمية اللي رايحين نديروها مع الطبق. السيبيا. عندنا ثوم، عندنا فلفل دريس اللي هو الشطة الحار، هي تحب الحار، تحب الحار السيبيا. عندنا كسبر، زنجبيل، كمون، فلفل عكري، كركم، وراس الحانوت. لكن هادو راح نعملوهم بطريقه جديده. يلا، ما راحش نحطوهم مباشره. واش راح ديري؟ هذا هو لو بلا اكومبانيوم بالجلبان. بالجلبانه اقتصادي، اقتصادي، سهلت عليكم الامور. ست البيت تحب تزيد له رز اذا كان عندها اولادها يحبوا الرز، يعني طيب الرز حطوا جنبه. يعطيك الصحه، حاجه سهله. جالي دير اللي عندها بزاف دراري ولا العائله تكون كبيره، الله يبارك، واحد يزيد معها شويه رز ولا بطاطا ولا تزكي، يعني تزكي. دائما عندنا زيت، ملح، شويه سم. ندير لك شويه تاع السمن. هي تحب لي دم. وي سيبيا تحب لي دم. اها، فوالا. احنا راح نحطوا السيبيا تاعنا، عفوا، راح نحطها. جبت لنا اليوم وصفه خفيفه، خفيفه الله اكبر، خفيفه ظريفه. وتجوز في شهر رمضان. هذه هي شتي في ايامات شهر رمضان، مع الاخر نكرهوا ذاك اللحم والدجاج. واحد يحب شويه يغير. انا في مدينه مستغانم، نشي اوريجينير من مستغانم، وناكلوا بزاف الحوت في رمضان. وشفت بلي ماشي كامل المدن اللي يستهلكوا الحوت في رمضان، يبقى في مدينه مستغانم بزاف ياكلوا الحوت في شهر رمضان، حتى خاصه في ال 15 جوغ الاخرى. انتم حتى احنا في بوهارون ما كانش طاوله ما تلقاش فيها سمك. لازم لازم لازم, لازم ضروري ضروري. انا ضروري نحب السمك في شهر رمضان. احنا واش راح نديروا مشاهدينا؟ درت زيت شويه سمنه، حطيتها ونخليها حتى تخرج كامل هذاك الماء نتاعها. تخي بيان، باش نقدروا ندوزنوها. يلا يا اخي، نستناوها شويه قد ما تطلق الماء نتاعها. دوك واش راح ندير انا؟ تسحقي امبول كريمه؟ يلا هاني جايه لك هنا. عندك لي بول؟ ها صغير، بلو بوتي. هذا يكفيني. هذا يكفي. يلا نخليوها، قلنا تطلق هذاك الماء نتاعها. هنا واش راح نديرو؟ راح نجيب الملح. الملح ما راحش تدي بزاف الملح، لانه شويه هكذا هي مالحه ديجا، يعني نخلو بالنا من الملح. كاين حاجات نديرو فيهم الملح بزاف،
وحاجات لا نحتاجو ملعقة فرينة. يلا نوجد لك ملعقة. أوكي. أنا هذيك راه فيها السمن، بس نعطيك واحدة أخرى. فوالا. إذا كان عندك طحين الأرز يكون أحسن. إذا ما كانش نستبدل. استعملي الفرينة. الفرينة، هاي ملعقة. يعني قليل اللي يكون عندها طحين الرز، أباغ في رمضان اللي كاع متوفر عندهم. هذه هي، أنا عندي. بزاف يديروا المحلبي ويديروا. أنا عندي على طول ديما موجود عندي، لأني نستخدمه بزاف. عندنا فلفل شطه، هي تحب الحار، ندير لها شويه. هذا حار. ندير لها شويه هكذا باش تجي تلفلف. الله الله. كزبر. كزبر مرحي. عندنا زنجبيل. شويه ما نكثروش. عندنا كمون. نفس الشيء شويه ما نكثرش. عندنا راس الحانوت. راس الحانوت. تسحقي الماء كريمه باش تمرقي؟ اه. يلا هذاك نوجد لك انا الماء. تسحقي سخون ولا بارد؟ سخون سخون. احنا راح نخلط كل المكونات هذه مع بعض هكذا، يعني افكار نتقاسموها مع المشاهدين. هنا راح يتخرج في الماء تاعها. كريمه ندير لك الماء يسخن ياك. اه تعيشي. هنا راح نحط الثوم. ومعجون طماطم. اعطيني معجون طماطم. توت سويت. شحال تستعملي مغرف؟ لا زوج مغارف. زوج يلا. ندير لك المغرف الاول. بسم الله. حاب ندخل يدي في الطياب كريمه. ايه معليش. اكيد ما تحلاش الطبخه. ما تحبيش قولي لي. لا 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 انا نحب. لا 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 الا هذه كوزينه تحب المعونه. هذه هي طيب. انا اللي يكون معايا في المطبخ نقول له حتى ما تشوف، ما نقول لكش رواح مي لازم تجي. هاي كيفاه دوك نزيدو. زمان كانوا يديروا تويزه ويطيبوا مع بعض. علاش كونوا خرجوا مدرسه؟ هما مدرسه ناس زمان. بيان سور تعلمنا من عندهم. شفتي ومازلنا احنا نمدوا كما نقول لك، نتعلموا ونعلموا في طريقنا. نعلموا. اعطيني ورقه صاعده رند. تري بيان. هنا كي راهو تقللنا كامل، شوفي كيفاش راهو. راح نحط هذاك الخليط اللي عملناه من توابل. يكفي. دونك خلطي كلش مع بعض. كلش مع بعض. تري بيان. هكذا. وتمرقي بالماء سخون. ونمرق بالماء سخون. ما تمرقوش سيبيا بالماء بارد ماشي مليح. بالماء سخون. توجور الماء سخون. كاين اللي يغليوها، هذا خطا. باوي. انك تغليها. تنحي لها كامل هذيك النكهه تاعها. شايفه؟ تخليها على الطريقه هذه حتى تطلق الماء تاعها كامل تخرجه. وكي تخرج الماء تاعها طيب. تمتم. طيب ما فيهاش هي ما في عمرها والو. تمتم الطيب. اما كي تغليها تقعد لك عاصيه. سي سا. هكذا دوك نمرق. فوالا. بسم الله. وتخليها شحال؟ 30 دقيقة؟ نخليها من 30 دقيقة ل 45 دقيقة. تخي بيان، دوك طيب عقلها. وعلى نار قليلة. نأكدوا لهم. تجي شوية مجمرة باسكو راهي دارت فيها لافاغيل ما تنساوش. هذه هي. تخي بيان. هكذا شكرا. حنا نخليوها طيب. نخليوها طيب عقلها. وانتوما يعني اللي حب يزيد لها الرز، اللي حب يزيد لها بطاطا، اللي حب كل واحد. كل واحد على واش عنده متوفر في البيت. راهي الوصفه سهله، راكم شتو درناها في رمشه عين. سهله سهله سهله. غابيد. قلت لك تم رايحين نرفضوا. اكزاكتومون. دونك كريمه احنا نخلوها تطيب عقلها. طيب عقلها. نقصروا شويه انا وياك ونبداو نخملوا ونجوزوا الوصفه الثانيه. اكيد ان شاء الله. يلا مشاهدينا الكرام نعاودوا نرجعوا بعد الفاصل. اوكي باذن الله. مشاهدينا الكرام عاودنا رجعنا بعد الفاصل. كما راكم تشوفوا الالوان اليوم كريمه زهت لنا الطابله بالالوان.
اشكال والوان. الله يبارك. كل الانواع اللي تحتاجها راهي موجوده. راني نشوف لي زيبيس، الخضر، الحشيش، كل شيء كل شيء كل شيء. دائما مع نديروا البلطي اللي سميتيه البلوط. انا دائما معاه. هذه قلتها لكم شاك ايميسيون حتجبدها لنا. لا لا غير لها البلوط. قلت لها البلوط. غير كيكون البلوط اللي نذكرك فيها. هذه دوك يشدوا هذه ما في وزاره الصيد ولا هذوك يجبدوا هذه. معليش معليش. نتسلاو شويه مع البلوط. واحد كيما يقول لك يخدم يضحك يزهى. عندنا سمك البلطي انا راني نظفته وفتحته تري بيان، فتحته من الظهر. اها ياك. عندنا عوا تاع البسباس الاخصان هذوك، عندنا شرائح تاع البسباس دائما يتمشى تري بيان مع الحوت. انا السمك تاعي ديما نحب ندخلو البسباس. جيرو ماركي كامل لي غوسات تاعك بالبسباس، تفضلي البسباس ويتمشى تري تري بيان، يتمشى ويعطي نكهه خاصه، يعطي نكهه ذوق. عندنا شرائح تاع البصل، حبه كبيره البصل. عندنا شرائح فلفل، عندنا شويه كروفات بيضه. هنا نقول لكم اختياري، يعني قادرين يديروها قادرين ما يديروهاش. اختياري. عندنا شبت اللي هو هذوك الاخصان الاوراق، عفوا انا قطعتهم قلت لك ما نرمي والو من من حبه تاع البسباس. شفتوا البسباس ما لازمش ترموا منه، ما نرمي منه حتى هادو حاجه. فيهم واحد البنه فيها روعه. عندنا معدنوس، شرائح الليمون للتتبيله، وعندنا حبه طماطم شرائح للتتبيله، عندنا عصير الليمون، عندنا موتارد، عندنا التوابل اللي ذكرناهم من قبيله، وعندي شويه تاع الدرسه اللي دائما جيبيها معاك دائما ما تستغناش عنها كريمه. واليوم دخلت الزحتر، يلا الاخير راح ندلو الزحتر. راح نبداو بال زيت وملح. يلا زيت وملح دائما ندير لك شويه سمن. مغرف برك تكفي، مغرف تكفي. دونك نديرو شويه زيت، ما نكثروش الزيت ومغرف تاع السمن هكذا. هكذا يكفي. انا راح نجهز التتبيله. يلا بسم الله. هكذا قولي لي نعاونك كريمه. اعطيني الملح. تري بيان. عندنا لا موتارد مغرف كبيرة بالقارص، يعني بالقارص. عصير الليمون. هنا حطيت حبة عصير ليمون. عصرتيها مسبق. عصرتها. عندنا الملح. هذا يكفي. تري بيان. عندنا كركم. عندنا فلفل شطة حار شوية شوية. التوابل اللي نحطوهم في التتبيلة نحطوهم في ال هادو يروحوا صوتي في المقلاة. هادو صوتي. هاد تخيب. يلا نبدا بالبصلة. يلا بسم الله. عندنا الثوم. ندي البول هيك باسكو سينا يحرقني في عينيا كريمة. تبكيني اليوم. لا على سلامتك حبيبتي. سلامتك. عندنا كزبر، كمون. دونك نفس التوابل نعاودو نكروهم هنايا في التتبيله. مانيش نكثر باش نقسمو، باش يكون ليكيليبغ بين الخضر ولا ماريناد. هذه هي عكري وزحتر. يلا نخلط كل شيء مع بعض. دونك هذا يروح مع هذا، مع هذاك. دونك نجيبهم انا لعندي. زيدي هذا. نديهم. لا لا هذاك لا لا. هذا لا لا يروح لا لا. في الفوغ هذا. هذا يروح في الفوغ. لا توماط. واش نزيد؟ اعطيني الحشيش. نعطيك شويه شبت. زيدي لي تما. تقاسموا اليوم لو بلون ترافاي كريمة. هذه هي. عندنا معدنوس. تخي بيان. هادو هما. تري بيان. دوك انا نعاود ندير نفس الشيء اللي راك ديري. المعدنوس خليه نخليه لك في الاخير مع مع هذه الكروفات. هادو هما الاخرين اللي يترماو. تري بيان. هكذا دوك نشوفوا الا فهمت الدرس. لا يلا. انا لازم ندير لي غون. اسمحي دوك نرمي الفلفله هي الاولى يا كريمه. دوك عسيني. راح هكذاك فوالا.
ومن بعد نتبلو شويه هذه ومن بعد الطوماطيش ما في عمرها والو بارابور للفلفله. نبداو تدريجيا. طماطم معجون ما تخافيش. شكرا. بالعقل بالعقل نديرو لك واش يحب خاطرك يا كريمه. شكرا عزيزتي. هنايا رايحين نتبلو هذا. انا لازم نستعمل يدي. لازم هكذا. يقول لك لا بون كويزين تحب لي بون ماتيير. وهذا الحوت جي روماركي ملحن. ملحن. يعني كي تشروه ما حيش تندمو، ديجا السعر تاعو راهو رخيص. رخيص. وكيما يقول لك وكال. يوكل لك. يوكل فوالا. يوكل. بسم الله. حنا هنا تبلناه كامل بالخلطة هذه. واش راح نديرو؟ راح ندير هذيك الدرسه اللي حكينا عليها. انا نروح ندير لي زيبيس اللي درتيهم داكو. فوالا. ونديروا لها البسباس. البسباس حتى البسباس راح يتبل. عندي كميه تاع بسباس، كميه لاباس بها. هاني نتبع معك هكذا احافظي الدرس. راح نتبلوه في هذيك التتبيله. شوفني يما نعاون فيك تقولي علاش ما تعاونينيش في الكوزينه. هكذا نشوفها طيب نخليها باسكو نحب طيبها نحبها هي طيب. صح البنات كامل هكذا. حتى انا بنتي تقولي ماما انت طيبي. شفتي البنات كامل هكذا. ربي يحفظهم ان شاء الله. امين. نقول لك كي نطيب تقولي انتم طيبهم هذا على موضه. صح ندير شويه توم كريمه. ديري اه. يلا هذا كامل ديريه. خلاص اوكي ديري كامل. حنا تبلنا هذا البسباس يعني هنا تبلنا السمك البلطي وتبلنا البسباس. تري بيان. نزيد الزعتر يا كريمه. زيدي زعتر اه. يلا انا راح نجيب سنيوه اللي تدخل الفرن. يلا بسم الله. نملح ثاني لهنا شويه ملح كثر لك. ما تخافيش شوفي كريمه غير الملح اللي ما نديرش بزاف. ما نحبش انا بزاف الملح. زيدي شويه. شتي قلت لك متحاحه انا. زيدي شويه. ما نطيبش كامل المالح ليميت مسوس. فوالا هكذا تري بيان. ولا طوماط كونسونطري. تري بيان. لقيتي روحك كريمه لقيتي كامل الصوالح عندك كل شيء محطوط. مغرف واحده تكفي وتوفي. فوالا حنا واش راح نديرو هذاك اسكو تسحقي الماء باش تمرقي ولا لا؟ شويه ماء شويه ماء حطيه لي هنايا. يلا هكذا الريحه راهي واش نقول لكم عباقه راهي معبيه الاستوديو. فوالا باش تريكوبيري كامل هذيك لاصوص. زيدي لي فيه ملعقه طماطم اوكي معجون هكذا نزيدو هادو. عندنا الرند والزعتره. شوفي كريمه ميم الطوماطيش نديرها كيما انتيا في الوسط باش هكذاك تتقلى. شفتي هكذا هكذا زيد لها شويه تاع الماء. اوكي وين نزيد لك الماء كريمه؟ في المقله. اوكي غير شويه يكفي. هاكي كريم نو راكي دايره ليغو معليش.
نخلو شويه. هذه هنا حديريها يا كريمه. هنا راح نعمر بها السمك تاعنا. فصي يزيد يكمل الطياب ياك. نطفيو. زيدي نزيد معدنوس شبت وكرافات. خير. هكذا. الشبت يعني ما لازملوش النار بزاف باش يطلق. يحافظ على هذيك النكهه. يعطيك الصحه يحافظ النكهه تاعو. ومعدنوس ثاني يقعد عنده اللون الشباب. شويه معدنوس. يكفي. اوكي تري بيان. دونك هذيك لا كروفيت كامل تشرب هذاك المرق. هذه هي هالا. نعطيها لي هنا. اي حلات لي لا كوزين معاك كريمه. خلاص نحب نطيب دوكا. يلا كملي. نعمرو هنايا. بسم الله. شايفه كيفاش تفتحيها من الظهر تكون عندها صفه شابه. حتى كي تعمريها تكون متحوفه. نزيدو هنا فوالا باش ما نغلطوش. عندنا ربع حبات دوك ثلاثه. ما نحقرو حتى وحده. هذيك الوحده تدي حقها. فوالا نزيدو هذه. هيا هاو البلوط تاعي متعمر. ها بلاط. الحصه تاع اليوم جازت روعه. دائما تجوز روعه مع دائما دائما. لكن اليوم مش روحه كريمه. نضحكوا خل بلاط نديروا لي بلاك باش احنا في الكوليس نبداو نضحكوا. هذه حقرتها شويه معليش نزيد لها الاولى. هذه راهي ما درتيلهاش الاولى. كاين وحده مازال ما درنا لهاش. راني نقول باللي ما حقرناهاش. بالك تشوفي برك كريمه يدك. سمحي لي هكذا شغل رانا في الدار. يلا باش نضيعوا والو في الكوزينه. ما لازمش ترمي حاجه. ما ترميش. عطيني شويه هذيك نحي من هذه. هذيك فيها بزاف. كاينه وحده حقرتها واقيل هذه الاولى. هذه 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 اللي مدينا ما عطيناهاش كامل حقها. هيا صافا. هكذا وهكذا حبيباتي. تري بيان. هكذا دوك حنايا نزيدو لها هذاك. لا نسينا والو. نزيد لك معدنوس او كاين في الاخير. فوالا تري بيان. هكذا عطيني حراره الفرن وشحال من وقت؟ 200 درجه. 200 درجه نصف ساعه ل 45 دقيقه. تري بيان. يلا نشعلوه من الفوق ومن التحت. نغطيوه بال بالالومنيوم باش ما يتحرقلكمش من الفوق. وهذه هي حنايا نروحو نحطوه يطيب. نديروه يطيب نغطيوه ونعاودو نرجعو بعد الفاصل ونشوفو الدغيساج تاع وصفات كريمه. الله يا رب. كريمه انا جادور تي روسيت. بصحتك. مشاهدينا الكرام ان شاء الله نالت اعجابكم وان شاء الله تعاودوها. ان شاء الله حنا نروحو نطيبو داك الحوت ونعاودو نرجعو باش نشوفو وصفات كريمه بعد الفاصل باذن الله. مشاهدينا الكرام ما طولناش ورجعنا بعد الفاصل. كما شفتوا اطباق كريمه راهي تشهي وتهبل. اليوم دارت لكم وصفتين. ريحه شفتي كيفاش. اليوم انا خارجين بريحه الحوت. ريحه الحوت. اي والله ندوقوا قبل ومن بعد نروحوا. اكيد اكيد. اي تهبل الطبله تاعك كريمه. يعطيك الصحه. يسلمك حبيبتي. توجور دون لا سامبليسيتي كما يقولوا. اطباق متواضعه. متواضعه. يسلمك حبيبتي. اكيد ان شاء الله نجو نزوروك في بوهارو في مطعم جديد. مرحبا حبيبتي. داكوغ. مطعم رومبارو. ايه نجو ندوقو داخل الميناء. انت تحبي القعده على البحر؟ نحب البحر. شوفي خلاص خلاص. وجاتك تهبل الحوته كي درتيها لا فارس. شفتي فرسيتها فتحتيها مظهرها ومظهرها فتحتيها مظهر وعمرتيها والسيبيا يعني بالجلبانه على بالنا يتمشاو. تخي تخي يتمشاو روعه. جاتك تهبل كريمه. ان شاء الله نعاود نشوفك في وصفه اخرى ان شاء الله. انا ماذا بيا تزيدي تجي وتجيبي لي جديد. اكيد اكيد كاين جديد. كاين غير الجديد اللي يكون ان شاء الله. نرضيو مشاهدينا ان شاء الله. نرضيوهم كامل. نقول لك تبقاي على خير حبيبتي. الحصه المقبله ان شاء الله باذن الله نخلوكم على خير. مشاهدينا الكرام نقول لكم تبقاو على خير ونتلاقاو في حصه مقبله ان شاء الله باذن الله. سلام.
جميع عشاق الكسكس، إكسترا تضمن لكم نجاح وصفات الكسكس عالية الجودة، شهية ولذيذة، صحية وسخية، مع مجموعة كسكس إكسترا المختلفة: كسكس متوسط، كسكس رقيق، كسكس القمح الكامل، وكسكس الشعير. فاجئي نفسك مع كل وصفة. إكسترا بنان، هذا مكان.